اوكي يا حبيبي. يا صباح الخير والحب والسعادة على كل من يتابع شاشة الوطن، قناة العراقية الرياضية أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج صباح غرب آسيا. اليوم هو اليوم السادس لبطولة غرب آسيا المقامة حاليا في كربلاء وأربيل بنسختها التاسعة. ستنطلق في هذا اليوم مباريات المجموعة الثانية هناك في أربيل. المباراة الأولى ستكون بين المنتخب البحريني والمنتخب الأردني، وأيضا المباراة الأخرى ستكون ديربي خليجي خالص بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي. اليوم سيكون معنا ضيف عزيز من دولة اليمن، وهو المنسق الإعلامي للمنتخب اليمني الكابتن محمد الخميسي. صباح الخير عليك كابتن. صباح الخير على صباح الخير عليك وعلى جميع مشاهدين قناة العراقية الرياضية. أكيد نورتنا في هذا اليوم في كربلاء. بنورك يا كلام حبيبي كابتن. كابتن، نبدأ أولا من أجواء البطولة بشكل عام ومدينة كربلاء بشكل خاص، كيف شاهدت الأجواء في كربلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة احنا لما وصلنا مدينة كربلاء ما توقعنا أن نكون في هذا الاستقبال وهذا الاهتمام، سواء من جانب التنظيم أو حتى من جانب الجماهير العراقية وسكان كربلاء. نعم. محافظة جميلة. أنا شاهدت لما نروح الملعب شاهدت الإقبال الجماهيري الكبير من الجماهير، في تعطش الشعب العراقي لكرة القدم. العراق تستضيف بطولة رسمية بعد غياب طويل، كل الناس منتظرين لهذه البطولة. أتوقع النجاح في التنظيم وإن شاء الله في تصاعد المستوى الفني في الجولات القادمة. يعني نحكي عن التنظيم، أنه العراق بعد فترة طويلة أنه استضاف هذه البطولة الأولى الرسمية في العراق، وهي أيضا كبوادر رفع الحظر عن كل الملاعب العراقية. كيف شاهدت حفل التنظيم في أول أيام البطولة؟ بصراحة احنا يعني شغوفون لسماع الرفع الحظر النهائي عن كرة القدم العراقية، وإن شاء الله البطولة هذه تكون أحد الأسباب. ومشاركة طبعا اليمن مشاركة في غرب آسيا يعتبر مشاركة أخواننا وأشقائنا في العراق في هذه البطولة من أحد الأسباب العامل الرئيسية لمشاركتنا رغم عدم جاهزية المنتخب. بالنسبة لحفل التنظيم كان حفل بسيط لكن احتوى المضمون، لمسنا فيه الطابع العراقي الخالص، وصل الرسالة في مختصرة. وكل هذا الكلام يسوقني إلى سؤال، يعني بعد أن شاهدت التنظيم والاحتفاء بجميع المنتخبات العربية بكربلاء، كيف تم نقل الصورة من قبل الوفد اليمني إلى اليمن؟ من الجانب الإعلامي تقصد؟ نعم. صح؟ طبعا أول شيء إحنا دائما في رسالة خاصة نقوم بتغطيتها يوميا لوسائل مختلف وسائل الإعلام في اليمن، سواء وسائل الإعلام الإلكتروني أو الصحافة المطبوعة. نعم. ولا ننسى منصات التواصل الاجتماعي. يكون هناك تسليط الضوء بشكل عام على أجواء البطولة وبشكل خاص على منتخبنا المنتخب اليمني. ولا تنسى ايضا ان تم متابعه المباريات على الهواء مباشره عن طريق قناه العراقيه الرياضيه. نعم. ودائما الجماهير اليمنيه تنتظر مباراه المنتخب وتفرح فرحا غامرا لما تكون هناك في نقل المباريات. جيد. شاهدنا منتخب اليمن وباقي المنتخبات العربيه المشاركه هنا في كربلاء، برايك الصحفي واعلامي كيف شاهدت مستوى الفرق في هذه البطولة وخاصة في المجموعة الأولى؟ والله في المجموعة الأولى أقيمت حتى الآن جولتان، لم يظهر المستوى الفني المعروف على كل المنتخبات على جميع الفرق على جميع المنتخبات. نعم. ولعل السبب يعود أخي لأن جميع المدربين كما أكدوا في المؤتمر الصحفي اللي سبق انطلاق البطولة أن هذه أفضل فرصة لإتاحة تجريب اللاعبين وإتاحة الفرصة للاعبين المحليين. نعم. معظم المنتخبات لديهم أسماء معروفة وقادرة على إحداث الفارق سواء. نعم. في المستوى الفني والتسجيل محترفة ولا تستطيع المشاركة. الجميع يريد الخروج باسمين إلى ثلاثة أسماء لضيفهم إلى المجموعة الجديدة للمجموعة الماضية عفوا. ونحن كذلك في المنتخب اليمني هناك مجموعة جديدة من العناصر الشابة في المباراة الأولى. تستطيع تحصيهم كم لاعب داخل المنتخب اليمني جديد في التشكيلة اليمنية؟ لم يشاركوا في بطولة آسيا. بالضبط. نعم. لم يشاركوا نصف المنتخب، نصف المنتخب لاعبين تقريبا نصف المنتخب. معظمهم لاعبين المنتخب الأولمبي اللي كان مشارك في شهر مارس الماضي في التصفيات.
وكان لدينا 3 لاعبين شاركوا في المباراة الأولى أمام فلسطين. نعم. تعتبر المباراة الرسمية الأولى لهم مع المنتخب الوطني الأول. المباراة الرسمية الأولى. بشكل عام كيف شاهدت أداء المنتخب اليمني وهو يملك عناصر شابة جديدة داخل المنتخب؟ طبعا ما لا يخفى عليك وعلى المشاهدين الظروف الإعداد التي يمر بها المنتخب اليمني، حتى لا نقسو مثلا على المنتخب اليمني وعلى الصورة التي ظهر بها. نعم. أولا منذ تاريخ 17 يناير 2015 لا يوجد دوري يمني، توقف الدوري اليمني كرة القدم. الآن الاتحاد عكف على إقامة الآن دوري تنشيطي على مستوى بعض المحافظات. كيف تمت مشاركة أو إعداد المنتخب الحالي للمشاركة في البطولة؟ تم باستدعاء اللاعبين إلى محافظة حضرموت. يعني كيف تم استدعاء اللاعبين من لم يشاهدوا من المدرب؟ يعني كان مثلا غير موجودين انه بالدوري وطني. متوقف الدوري، المدرب وطني. نعم. وكان على اطلاع ومتابعه بمشاركتنا الاخيره في تصفيات كاس اسيا او في نهايه كاس اسيا. نعم. بالاضافه الى ان المنتخب سالم النعاش الموجود حاليا كان هو مدرب المنتخب الوطني الاولمبي اللي شارك في ايران في تصفيات الاسيوي في مارس. حصل على القائمه بما يزيد عن 90 اسم. اختار تقريبا 33 اسم، استدعى 33 اسم للمشاركة في معسكر حضرموت، ولضيق الوقت استمر المعسكر تقريبا من 10 إلى 12 يوم، تم خلالها اختيار أفضل 23 لاعب محلي، أفضل 23 لاعب محلي، أفضل 23 لاعب جاهز لهذه المشاركة. جاهز لهذه المشاركة. نعم. وبالتالي هو تجريب أولا وأخيرا، وهو جرب اللاعبين. نعم. وأتينا بهذه المجموعة على أمل، دائما هذه بطولة مستقلة بحد ذاتها، فيها فيها بطل وتتويج واعتراف مستقل. نعم. لذلك احنا هدفنا الظهور بصورة مشرفة وتحقيق انتصارات. لا أخفيك ان احنا لا نسعى لتحقيق انتصارات، لكن وفق الممكن. اول شيء هو اعداد هؤلاء الشباب لتصفيات كاس اسيا. نحن مقبلين على تصفيات كاس اسيا ستبدا في سبتمبر 2019 وستنتهي في يونيو 2020. نعم. لذلك هؤلاء المجموعه الشباب اللي تقريبا نصف المنتخب اعمارهم 19 20 21 سنه. نعم. امل كره القدم اليمنيه ويكونون خير رديف للاعبين والعناصر اللي نعتمد عليها في قياده المنتخب الوطني. طبعا مستمرين وياكم، لكن اعزائي المشاهدين نذكر ان هذا البرنامج برعايه شركه انوار صوره للمقاولات. كابتن، اخيرا كنا نتحدث عن مستوى المنتخب اليمني وعن اللاعبين المشاركين في هذه البطوله وتجريبهم. مباراتكم الاولى خسرتوها امام المنتخب الفلسطيني، المباراه القادمه امام المنتخب السوري، كيف تقرا المباراه القادمه امام المنتخب السوري؟ طبعا المباراة القادمة المنتخب السوري منتخب عنيد ومنتخب قوي ومعروف، سواء لعب مع منتخب اليمني او حتى مع كبار قارة اسيا. لاحظنا ماذا قدم المنتخب السوري في المباراة الاخيرة في تصفية المايل لكأس العالم امام المنتخب الاسترالي، وكان قاب قوسين وادنى من التأهل لولا الكرة اللي استطت من القائم عمر السومة. من سنوات كنا نشاهد المنتخب السوري، يعني المشاركة الأخيرة اللي تفاجأنا جميعا بها في نهاية كانت فقيرة كأساسية. في كأس آسيا. نعم. في الإمارات. نعم. تم تغيير مدرب المنتخب وإسناد إلى الكابتن فجر إبراهيم. نعم. بالضبط. بس المنتخب السوري يظل المنتخب السوري. لا تنسى أن المنتخب السوري وضعه نفس وضع المنتخب اليمني، خاسر في الجولة الأولى، سيدخل من أجل التعويض. شاهدت المباراة الأولى أمام المنتخب اللبناني. نعم. الحرس سجلت الملاحظات. حرص المدرب المنتخب والجهاز الفني على حضور جزء من المباراة. نعم. ذهبنا لمشاهدة الشوط الأول مباراة سوريا ولبنان حتى يطلع اللاعبون عن كثب ويرون تحركات اللاعب السوري، نقاط القوة نقاط الضعف. خرجنا بانطباع او بفكره شامله عن المنتخب السوري، ينقصنا بعض المحاضرات وبعض التوجيهات، وايضا اليوم وغدا ان شاء الله بيكون هناك تمرينين لوضع الجمل التكتيكيه وخطه اللعبه النهائيه التي سيلعبها المنتخب امام المنتخب السوري، ونطمح الى تقديم الافضل والاستفاده من الاخطاء التي وقعنا فيها امام في المباراه المنتخب. الاولى ان شاء الله. كونك صحفي ومختص بنقل الاخبار منتخب اليمن هنا في كربلاء في هذه البطوله، شاهدنا غياب للصحفيين اليمنيين هنا في البطولة، برأيك إلى ماذا تعزي هذا الشيء؟ أول شيء
أكون معك واضح وصريح. الظروف اللي تعيش فيها بلادنا الآن اليمن تصعب مهمة تنقل الصحفي اليمني أو حتى أي شخص. رحلات الطيران نادرة جدا من اليمن، في فقط هو الطيران الوطني التي يمكنه أن ينقلك من اليمن إلى خارج اليمن. مثلا قبل هذه الظروف كان فيه هناك رحلات مباشرة إلى العراق إلى أي مكان، الآن أنت مجبر إلى أن تسافر إلى الأردن إلى مصر إلى السودان وربما إلى جيبوتي إلى هذه المحطات، ومن ثم تأخذ وسيلة نقل جوية أخرى. يعني ترانزيت تروح على دولة لازم وهذا لازم. أكيد شيء صعب على ارتفاع باهظ جدا في أسعار التذاكر وما يسبب العجز في قدرة الوصول الإعلام اليمني. نعم، هذا ما يخص الغياب الجانب الصحفي اليمني والإعلامي وعدم تواجدهم في كربلاء. لم يقتصر هذا الشيء فقط على الإعلام اليمني، بل شاهدنا أغلب المنتخبات، يعني منتخب سوريا ولبنان وبقية المنتخبات، نشاهد أيضا غياب صحفيهم وإعلاميين عن هذه البطولة. برأيك ما السبب في ذلك؟ كما ذكرت وتفضلت، تقريبا بطولة غرب آسيا الأنظار كلها متوجهة إلى تصفية كأس العالم وكأس آسيا. نعم. بطولة غرب آسيا للأسف الجميع كلهم، هذا من حقهم في نفس الوقت، ينظر إليها محطة إعدادية. حتى على المستوى الإعلامي معظم الدول تقول تنظر إلى من خلال تصاريح الأجهزة الفنية واللاعبين أن هذه محطة إعدادية إلى إلى تصفية كأس آسيا. لذلك تلاحظ هذا لكن يجب أن تحاط باهتمام من قبل الصحافة والإعلام ومشاهدة مستوى منتخبات هذه الفرق. بس لا تنسى تطور الحادث الآن في المجال الإعلامي خصوصا مع السوشيال ميديا، منصات التواصل الاجتماعي. كان من قبل 5 إلى 10 سنوات كان يضطر المندوب ومراسل أحد الصحف أو القنوات إلى الحضور إلى أرض الحدث حتى يغطي. الآن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ممكن أنت ومن خلال المواقع ممكن أن تعرف جميع المعلومات وأن تصل إليها بدون الداعي إلى السفر. مجرد سيرش في الإنترنت في أي مواقع التواصل الاجتماعي. أنت كإعلامي مثلا، أنا كإعلامي تقدر تصل المعلومة. أنا عندي علاقات مع الزملاء إعلاميين. نعم. عراقيين وفي معظم الدول. عن طريقهم إذا لم تكن الظروف سانحة للمشاركة أستطيع التواصل معهم وأخرج بعض المعلومات. وأيضا لا تنسى أن الإعلامي هو يتميز بمصادره الخاصة. إذا ما توفرت المصادر سواء وجدت أنت في قلب الحدث وهذا يفضل أم أن تستطيع التواجد، فمهمتك هو التغطية الشاملة وإعطاء التفاصيل الدقيقة. طبعا مستمرين وياك أكيد، يعني والحديث وياك شيء كابتن محمد. نرجع من جديد، وكان آخر الكلام عن غياب الصحافة والإعلام اليمني وبقية المنتخبات المشاركة. برأيك الإعلام بعد احتكاكك في كربلاء بالزملاء الإعلاميين المتواجدين العراقيين وغير العراقيين، برأيك الإعلام مقنع لحد الآن بنقل الصورة الإيجابية عن هذه البطولة؟ والله الآن مضت جولتان. نعم. والزملاء قاموا بما يستطيعون إلى الآن. لكن أنت تعرف أنه كلما زادت المنافسة وزادت السخونة وزادت الاقتراب من الأدوار نهائية المجموعة وأيضا المباراة النهائية، ستزداد التغطية الإعلامية وستزداد الأخبار وستزداد التصاريح. معروف هذا في الجانب الإعلامي، وأنا أتوقع تصاعد أيضا في التغطية الإعلامية كتصاعد في المستوى الفني. يعني مقتنع تماما بما شاهدت من تغطيات إعلامية في المؤتمرات الصحفية من خلال السوشيال ميديا لهذه البطولة؟ يعني كيف شاهدت أصداءها؟ كما ذكرت لك إلى الآن التغطية تسير بالشكل الطيب والزملاء الإعلاميين ما قصروا. نتحدث الآن عن المنتخب اليمني وعن المستوى الفني للمنتخب اليمني. المباراة القادمة مثل ما تحدثنا أمام المنتخب السوري، بعد هذه المباراة عدة مباراتين، كيف ممكن أنه يتصاعد مستوى المنتخب اليمني من وجهة نظر فنية؟ من وجهة نظر فنية كان معنا تقريبا 5 إلى 6 أيام راحل، هي الراحل بين لأن المنتخب اليمني ما لعب الجولة الثانية. حاول الجهاز الفني استغلال هذه الفترة. نعم. كما ذكرت لك كان هناك معسكر فقط 10 أيام. تعد منتخب من الصفر في 10 أيام من الجانب الفني ومن الجانب البدني والجانب الفني والخططي، مسألة صعبة. نعم. لذلك الستة الأيام قسمها الجهاز الفني على مرحلتين. المرحلة الأولى بعد المباراة كان يوم استشفاء،
ولكن اليومين التاليين للمباراة عمد الجهاز الفني على الشغل والاستعداد في الجانب مسألة رفع اللياقة البدنية للاعبين، وأنهاها بتمرين في الأمس. تمرين اليوم إن شاء الله بيكون تمرين تكتيكي وخططي. المدرب يعرف إمكانية اللاعبين ويعرف أنه لم نصل بعد إلى الجاهزية الفنية المطلوبة، لذلك هو يحاول أنه نلعب وفق الممكن. معنى ذلك أنه سندخل مباراة سوريا بغرض التعادل أو حماية المرمى أو هذا الشيء. نعم. إن شاء الله نحن هدفنا في الأول الأخير الوصول إلى المرمى السوري، سنحاول التسجيل، سنحاول الظهور بإنهاء الهجمات، بعكس مباراة فلسطين المنتخب اليمني وصل أكثر من مرة إلى المنتخب الفلسطيني إلى مرمى المنتخب الفلسطيني انتقص، لكنها كانت غير موفقة اللمسة الأخيرة. والسبب أن تعرف إنه الهداف أو مهاجم المنتخب الحاسة التهديفية غائبة، لأنه لو جد دوري تقريبا آخر مباراة لعبها المنتخب أو اللاعبون بشكل عام كانت في نهاية كأس آسيا في شهر يناير بداية الموسم الجاري. عم الخير، مشاهدتنا للجولة الأولى والثانية بالنسبة لجميع المنتخبات، شاهدنا هناك يعني فرق غير شاسع بين هذه المنتخبات من ناحية المستوى الفني. شاهدنا المنتخب اللبناني في مباراته الأولى خسر مع منتخب العراق لكن عوض في المباراة الثانية. برأيك هل المنتخب اليمني طمع بهذا الشيء وشاهد أنه هناك فرصة لتعويض ما فاته في المباراة الأولى تيمنا بالمنتخب اللبناني؟ طبعا منتخبنا لم يفقد الحظ أو لا يرى أنه الحلقة الأضعف في المجموعة، يرى أن لديه الحظوظ تقريبا شبه متساوية مع بقية المنتخبات، يعرف أن إمكانيات الإعداد لبقية المنتخبات والفني أفضل منتخبنا، لكنه يؤمن بقدراته، يؤمن بموهبة اللاعب اليمني، يؤمن بشغفه وحبه لتمثيل وطنه، أنه قادر على تغطية هذا الجانب، وإن شاء الله يكون اللاعبين أقوياء وجاهزين للمباراة القادمة أمام سوريا إن شاء الله. مدرب المنتخب اليمني من خلال المباراة الأولى، هل شخص هناك بعض اللاعبين ممكن أن يذهبوا بعيدا في التصفيات المزدوجة؟ يعني شخص هناك لاعبين جيدين من خلال المباراة الأولى؟ طبعا لا يمكن القياس من مباراة واحدة على مجموعة من اللاعبين، ستتاح لهم اللاعبين الجيدين ستتاح لهم فرص أخرى في المباريات القادمة. نعم. للوقوف على مستويات، نتكلم على الموهبة، يعني هناك مواهب داخل المنتخب اليمني، هناك مجموعة كبيرة من المواهب، حتى أعتقد في مجموعة من اللاعبين إن شاء الله جديدة ستتاح لهم الفرصة، من اللاعبين الشباب الصاعدين ستتاح لهم الفرصة في المباراة القادمة أمام سوريا، وسيكون هناك مجموعة من هؤلاء اللاعبين الشباب ضمن القوام النهائي المشارك في تصفية كأس العالم وآسيا. يعني هذا السؤال يسوقني إلى سؤال آخر، برأيك الإعلامي والصحفي هل هناك لاعب داخل المنتخب اليمني حاليا يشبه لاعب السابق علي النونو أو ممكن أن يكون شبيه اللاعب علي النونو؟ احنا الآن بأمانة ما زلنا نبحث عن اللاعب البديل لعلي النونو. نعم. والسبب هناك لاعب مهاجم جيد في الكرة اليمنية ومرت فترات لكن لم نصل إلى اللاعب الذي يمثل المنتخب اليمني الأكثر من عقد من الزمن مثل ما قام به الكابتن علي النونو. نتمنى أن احنا نصل. الآن معنا مجموعة تقريبا 3 إلى 4 مهاجمين 19 20 21 سنة، نحاول تأهيلهم، ولكن كما ذكرت لك غياب الدوري، أين بإمكانك أنت أن تصقل موهبة هذا المهاجم الناشئ؟ لا يوجد لديك دوري، فبالتالي أنت تريد ذهاب هذا اللاعب إلى الاحتراف لأي دولة كانت. الاحتراف كيف يتم؟ يتم بعد أن يتم مشاهدته عدة مباريات مع المنتخب، بعدين يقدم مستويات متميزة داخل الدوري المحلي، وبالتالي هناك يعني كشافين ممكن ينقلوه الى دوريات اخرى. لذلك احنا اللاعب اليمني كيف يتم احترافه في الوقت الراهن؟ عن طريق المنتخب. ما اخر 4 أو 5 سنوات لم يذهب اي لاعب يمني للاحتراف بسبب ما قدم مستوى مع النادي. لذلك كان اتذكر خليجي 22 في الرياض، هو كان او الاداء اللي قدمه على المستوى، وكان بوابه الاحتراف الخارجي للمنتخب اليمني. نعم. و5 إلى 6 لاعبين تم الاحتراف ومن ثم مشاركتنا في التصفيات،
قبل مشاركتنا في نهائي كاس اسيا الاخيره اللي كانت في الامارات وصل عدد المحترفين من الى 13 لاعب محترف. الان نتحدث عن غياب الدوري اليمني وان هذا يؤثر بشكل سلبي على المنتخب، برايك غير الدوري ماذا ينقص المنتخب اليمني ليكون ضمن مصافي المنتخبات الخليجيه؟ كابتن الدوري هو الاساس. نعم، تكلمنا عن الدوري انه هو الاساس. أوكي. في اكتشاف اللاعب. أوكي. وتطوير موهبته. اوكي، الاشياء الثانيه تنقصنا، احنا تنقصنا الى مصاف الدوري الخليجي. نعم، دام انك الان ذكرت مصاف انديه الخليج تنقصك الماده بصريح. اكيد عصب الحياه الان في كره القدم هي يعني الماده. على سبيل المثال الانديه السعوديه، الانديه القطريه، وكذلك الانديه الاماراتيه تعتبر هي التوب في على مستوى الخليج. الانفاقات الماليه التي تقوم بها الانديه يمكن تضاهي او بعض الاحيان تتجاوز بعض الانديه الاوروبيه اللي في الدرجه الاولى. اكيد ميزانيه ضخمه جدا. ميزانيه ضخمه، لذلك اللاعب لما توفر له كل الاشياء من الالف الى الياء انت تطلب منه فقط ان يقوم بالمستوى داخل الملعب. توفر له معسكرات في اوروبا، توفر له جهاز فني متكامل يصل الى 9 اشخاص. من مدرب، من 3 لكن كابتن كل هذا الكلام يعتمد على موهبة اللاعب وأداء داخل الملعب. اللاعب اليمني موهوب. أنا أعطيك اللاعب اليمني. نعم. وأعطيك الموهبة، أنت أعطيني الجهة أو أعطيني الدعم التي تسقل الموهبة. اللي تسقل الموهبة. نعم. مثال على ذلك منتخبات، أنت لو نتابع منتخبات اليمن اللي فاتت بعمرين. نعم. منتخب الناشئين، منتخب الشباب، منتخب الناشئين وصل إلى كأس عالم. الآن منتخب الناشئين الأخير تأهل إلى نهاية كأس آسيا، وكذلك عندنا منتخب الشباب. دائما الكرة اليمنية ما تتفوق على الكرة الخليجية في الفئات السنية. لماذا؟ لأن اللاعب ما زال يعتمد على موهبته. متى يتم صقل اللاعب؟ بعد مرحلة الشباب اللي يعتمد على الخطوط التكتيكية والاحتكاك والمعسكرات. والاحتكاك والمعسكرات. احنا في هذه الفترة خلاص توب، ما عندنا هذه الإمكانيات. لذلك اللاعب اليمني يغيب. كيف يعتمد اكثر على موهبته؟ خلاص الموهبه موجوده، كيف تصقلها؟ كيف بتوفر؟ فين النادي الذي ممكن يشيل لك، النادي اللي يرفعك؟ انت جاهز فني مهاريا جاهز، فين النادي اللي يرفعك يشيلك فنيا؟ اكيد طبعا غياب الدوري في اليمن وكيف يتم اكتشاف اللاعبين وكيف يتم احتكاك اللاعبين. حدثني عن هل هناك في اليمن اكاديميات لكره القدم من خلال استقطاب اللاعبين الموهوبين؟ لا توجد اي اكاديميه معتمده. وانما تقدر تقول اللاعبين المنتخبات الوطنيه السابقين وحبهم لكره القدم ولمواصله المشوار يقومون بجهد ذاتيه باكتشاف اللاعبين من خلال الملاعب الخفيفه، الملاعب السباعيه لكره القدم، وفيها يتم عمل. لكن ليس معيار حقيقي يعني بالنسبه للساحات الخماسي والسباعي مثل ما عندنا بالعراق، هذا ليست معيار حقيقي في موهبه في اللاعب. في هذه الاماكن يتم اختيار المواهب ومن ثم اخذها الى الانديه. ملاحظه بعض الانشطه المدرسيه وايضا بعض الدوريات التي تقام على مستوى الاحياء، واذا كان هناك موهبه او موهبتين يتم اخذها للعب مع احد الانديه ويتدرج في الفئات العمريه. بس للعلم صح في اليمن الان الدوري كدوري رسمي على مستوى اليمن غائب، لكن حاليا يقام الدوري التنشيطي. الاتحاد عزم على اعاده الروح لكره القدم اليمنيه، ويقوم الان الدوري التنشيطي وفق الامكانيات. كيف يتم هذا الدوري التنشيطي؟ من خلال عمل تجمعات، عمل تجمعات مثلا الان في صنعاء تجمع يضم 8 فرق، في عدن تجمع يضم 10 فرق، في تعز تجمع، في المكلا تجمع، في الحديده تجمع، في اب تجمع. هذا 6 تجمعات على ان يكون ابطال التجمعات يتاهل بطل كل تجمع، وسيقام هناك مستقبلا في الاشهر القادمه التجمع النهائي للابطال، ومن خلال سنعرف من هو بطل اليمن، ونحاول ان اتيحت الامكانيات المشاركه بهذا المنتخب في عفوا هذا النادي في بطوله الانديه العربيه. كابتن خلينا اسالك، يعني انت مثل ما تفضلت قلت انه المدرب كان مدرب المنتخب الاولمبي وحاليا مدرب المنتخب الاول. ليش ما يتم اختيار مدرب اجنبي بالنسبه للمنتخب اليمني؟ ممكن افكار المدرب المحلي ما يقدر يطبقها اللاعب اليمني. كلامك منطقي، بس هناك
كما تفضلت نهاية كأس آسيا كان معنا الجهاز الفني كامل تشيكي موجود، لكن السبب اللي نواجهه الآن إنه الجهاز الفني الأجنبي يرفض الذهاب إلى اليمن في هذه الظروف لاختيار اللاعب الموهوبين. يذهب يرفض يذهب إلى اليمن على أساس يتم اختياره، يعني أنا أوكي بدرب المنتخب اليمني بس كله برا اليمن، يقول لك بسبب الأوضاع والحرب بسبب الأوضاع ما أقدر أروح. طيب أنا طيب مدرب أجنبي كيف بتعرف تختار اللاعبين؟ أنا جايبك في المقام الأول على أساس كيف تشخص اللاعبين، كيف تختار اللاعبين، كيف تختار لاعبين اللي ما عندنا إمكانيات إنه مثلا نعطيك معسكر خارجي طويل المدى. هذه أول شيء. ثاني شيء دام إنك ما تقدر لليمن بتطلب تقريبا عدد كبير على أساس تختار المجموعة، يمكن يوصل إلى 60 لاعب، ما عندنا إمكانيات إن إحنا نقدر. فبالتالي إحنا نشوف إنه في الوضع الراهن إنه يكون يعني جميع من فاتحتوهم من مدربين أجانب رفضوا التدريب داخل اليمن. نعم، والذهاب إلى اليمن لإقامة معسكرات داخلية واختيار مجموعة أولية وبالذهاب فيما بعد المعسكر الخارجي إلى حتى الآن. لكن هاي المشكلة كيف تحل؟ يعني بالنسبة يعني راح يصير الاعتماد جملة وتفصيلة على المدرب المحلي. حاليا احنا معتمدين على المدرب المحلي، بس في نفس الوقت نحن نسعى للتعاقد مع جهاز أجنبي كما كان سابقا. وفي الفترة الأخيرة إذا تابعت عندما يتم تعيين جهاز أجنبي متكامل لقيادة اليمن يكون هناك مدرب وطني يتم تعيينه مع هذا الجهاز الأجنبي كمساعد للمدرب. نعم. هذا هو المدرب، هو الذي يقوم بعملية الاختيار اللاعبين. وهذا شيء جيد أنه تستقطب مدرب أجنبي وتضع له مدرب محلي، وبالتالي راح ينقل أفكاره بشكل سلس إلى اللاعبين. بالضبط، لكن نعاني ايضا من فتره من ضيق الفتره. احنا بدانا الاعداد قبل البطوله بعشر ايام. نعم. وامكانيات محليه وفق الظروف المتاحه معنا. لو نتكلم على مستوى تصفيه كاس العالم كاس اسيا القادمه، جميع المنتخبات لها خطه طويله الامد من خلال معسكرات في اي دول بتقام، وايضا من خلال اقامه المباريات الوديه. احنا في الاتحاد نعاني مسألة تنسيق المباريات. السبب ان بعض الاحيان ظروف الطيران كما ذكرت لك ان الشركة الوطنية هي اللي ممكن ان احدى المعوقات انه احدى المعوقات. نعم. مثلا انا ما اقدر اطلب مباراة في تاريخ معدد مع اي منتخب، مثلا مع المنتخب العراقي، لان مش قادر او مش لانه بيتم تسجيلها في الفيفا وبيكون عليها التزامات وعليها عقوبات. مش عارف انه هل فيما بعد اقدر راح تستطيع انه تلعب هاي المباراه في هذا التوقيت. لذلك احنا للاسف بعد ما نقوم بالذهاب الى معسكر خارجي نبدا التواصل مع الاتحادات لمعرفه هل بامكاننا نخوض مباراه وديه. طبعا السكيدجول خلاص اوريدي كل المنتخبات منسق المباريات، احنا نطلب قبل المباراه بشهر باسبوعين ثلاثه اسابيع. من خلال هذا السكيدجول اللي تقول عليه انه بسبب هذه المعوقات راح يمنعك بانه تنظم جدولك بالنسبه للمشاركات الخارجيه وبالنسبه للمباريات الوديه، يعني غياب التنظيم بالنسبه للاتحاد، كيف تحلون هذا الامر؟ انما اذكر انه غياب التنظيم بالنسبه للاتحاد، الاتحاد يعمل وفق الظروف الممكنه والمتاحه. نعم. يعني احنا بنوضع برنامج، الاتحاد بيوضع برنامج من قبل التصفيات، احنا عارفين ان التصفيات ان القرعه بالتاريخ المحدد. وان المشاركه بتكون بالتاريخ المحدد. نعم. بنوضع البرنامج الاولي على اساس يتم التنفيذ ونبدا نشتغل فيه، بس نشوف ان الظروف المتاحه مش متوفره، منها تجميع اللاعبين، كيف يتم تجميع اللاعبين، فين يتم المعسكر على اساس الامكانيات اللي لان الاتحاد الان قائم بذاته ودعم من ذاته، ما في اي دعم من بقيه الاطراف، لأن أنت عارف المنطقة اللي يكون فيها حروب وهذه الأشياء يكون التركيز فيها في الجانب الأول الجانب الإنساني، والرياضة تعتبر شيء ثانوي تكميلي، ذلك لا يتم التركيز عليها للأسف. إن شاء الله نتمنى القادم أفضل للمنتخب اليمني والاتحاد اليمني ولكل الوفد اليمني. نتمنى لكم إقامة طيبة هناك. كان اللقاء شيق معك أستاذ محمد الخميسي المنسق الإعلامي للمنتخب اليمني. أعزائنا المشاهدين، طبعا وصلنا وياكم الى نهايه حلقه هذا اليوم من صباح غرب اسيا. لا يسعني في النهايه سوى ان اذكر ان هذا البرنامج هو برعايه شركه
أنوار سورة المقاولات، وأيضا الشكر موصول لإدارة فندق البارون لتعاونها، وأيضا الشكر لكل كادر قناة أو مكتب العراقية هنا في كربلاء. وصلنا مثل ما قلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله غدا بنفس التوقيت ونفس الساعة. شكرا لك. شكرا جزيلا.